زميل آخر يودعنا، وكأن اليوم نعيش أيام الحزن في الإبداع المغربي، ومن الصعب الحديث على زميل كيودعنا وقامة أخرى من القامات ديال الإعلام اللي كتغادرنا. بالعيد لم يكن رجلا عاديا، كان رجلا استثنائيا، جمع بين الفكر والإعلام، من قام من حملة الضمير في هذا الوطن. هو الصحفي، هو المبدع، والذي اختار أن ينخرط في الإبداع في هذا الوطن في جميع الأجناس دياله. بالعيد الجمعوي، بالعيد الذي اشتغل في الجمعية المغربية الصحافة الرياضية وحمل كل هاد الهموم ديال الإعلام في الوطن، بالعيد أيضا الذي ترأس الجمعية الإفريقية، الاتحاد الإفريقي للصحافة الرياضية في ولايتين، بالعيد الذي كان صديق الفنانين والمبدعين في مختلف الأجناس، هو القادم من استنشق أولى النفحات في الأطلس في منطقة أزيلال تينانت، وتحول والده الذي كان جنديا خدم أيضا، وكان أيضا في سلك الشرطة، خدم الوطن. وبالعيد اختار هذا المجال الفكري، المجال الإعلامي، المجال ديال الرأي، وسجل حضورا متميزا. نتحدث اليوم عن رحيل بالعيد، ونتساءل عاد ودعنا جمال براوي، عاد ودعنا مجموعة، كنقولوا واش مازال في القلب مكان لجرح آخر؟ هذه المنطقة ديال تنانت اللي كان فيها بالعيد قامة، وبالعيد يعني بالعيد كان رفيق ديال الكتاب، واختار أن يعيش حياته بالقلم والفكر. اليوم من نعزي فيه بالعيد؟ نعزي فيه طيب أو نادير ولاده، نعزي فيه الزوجة الكريمة، نعزي فيه الصحفيين، نعزي فيه الفنانين والمبدعين في هذا الوطن. رجل كان يحمل الوطن في قلبه، رجل كان حياته أندر حياته لخدمتي، وركز أكثر على 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 الكاريكاتير والسخرية، ذاك ليمور نوار، ذاك الضحك الموجع، وأرفق الصور والرسوم الكاريكاتورية مع المقالات ديالو اللي كانت. كان من ركائز جريدة البيان والمؤسسة من 1975، كان يربط علاقات صداقة مع الجميع، من علية القوم، من الناس مسؤولين في الدولة إلى 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 إلى, إلى البسطاء. بالعيد اليوم، ولكن عندما يموت شخص في قيمة بالعيد وفي حجم بالعيد، وكأن خزانة تحترق، ويعيش وسط الكتب، يعيش وسط الجرائد، يعيش وسط ولكن يتلذذ هذيك المحن، يسجل الحضور في مختلف التظاهرات ومختلف، وبقي هكذا حتى عندما وبالعيد طريح الفراش، يرقد يتماثل للشفاء، يصارع الألم. وكان يسأل عن كأس العالم لكرة الصالات، يسأل عن حادثة سير لفوز القشاع، يسأل عنا جميعا، يبتسم، وقال لنا وداعا وهو يبتسم: بالعيد ستبقى في القلب وفي الذاكرة، ويبقى بالعيد المدرسة التي علينا وعلى الأجيال الكثيرة والحاضرة والقادمة أن تقرأها جيدا. ندعو مع الجميع
الله يرحمه ويوسع عليه، لقد ترك امانه لكم جميع ولنا كاملين. هو كل ذاك الجيل ديال الصحفيين الذين حملنا جثامنهم الى متواهم الاخير، تركوا لنا رسائل وتركوا لنا وصايا. هذوك الصحفيين لكم انتم ولينا حنا ولاد الجيل ديالكم خاصه انتم، باش تكونوا دائما في مستوى خدمه لمغربين يؤمنوا بالحريه ويؤمنوا بالفكر.